تركيا الشايبي رئيس جمعية المليون ريفية والبدون أرض. هي جمعية وليدة الحركة الثوري من بداية الثورة التونسية في 2011. أخدمنا خاصة استغلنا فترة الثورة والحراك والزخم الثوري، حبينا معناها من خلاله نطلقوا معناها حملة كاملة من أجل استرجاع الأراضي متاعنا الدولية اللي أغلبها كانت في عهد المخلوع وفي ما قبله، معناها كلها موزعة بالموالاة والمحابات. جمعية المليون ريفية والبدون أرض، بدون أرض لأن الجهة على الأقل متاعنا إحنا هنا العمود الفقري متاعها هي المرأة الريفية، المرأة اليوم اللي قاعدة تدفع في ضريبة غالية برشا، ضريبة الدم، ضريبة حياتها، معناها تمشي من أجل هكا اللقمة المرة، الخبزة المرة. المليون ريفية في 2017 أخذت العضوية في الحركة العالمية للفلاحين، هذه حركة معناها موجودة من أوائل التسعينات، حركة مناضلة تناضل من أجل السيادة على الغذاء، تناضل من أجل العدالة المناخية، تناضل من أجل الوصول إلى كل ثرواتنا من أرض ومياه. كما قلنا احنا اليوم معناها موجودين، هو هذا اليوم الثاني لافتتاح الجمعية العامة لشبكة شمال إفريقيا للسيادة على الغذاء. امبارح كان معناها فما ترشيحات وقبول عضوية بعض الجمعيات في الجمعية العامة، وهذا اليوم معناها اليوم الثاني قلنا نخرجوا معناها لحضن الفلاحين، وجينا هنا عملنا اللمة هذية، وان شاء الله اليوم ان شاء الله بعد في ختام اليوم هذا ان شاء الله معناها من خلال الكم متاع التطرح متاع المشاكل اليوم نبحثوا عن آفاق حقيقية، نبحثوا عن بدائل، وعدنا بدائل بفضل معنا المهندسين الخبراء اللي موجودين في كل معنا الأعضاء الجمعيات، وحتى الفلاحين بيدهم هم بيدهم عندهم حلول اليوم، لكن البلوكاج اللي صاير من الدولة إن شاء الله يتذلل بتكاتفنا احنا بثقتنا في بعضنا، بمد جسور التواصل بين بعضنا، بتشبيكنا للعلاقات، هو الحل والكفيل معناها بالخروج للحلول حقيقية. البدائل اليوم ما فماش حتى بديل عن سيادتنا الغذائية باسترجاعها بذورنا الأصيلة. السيادة الغذائية كي تحكي عليها يلزمك اليوم ترجع لفلاحتك الأيكولوجية البيولوجية، تحارب من أجل البذور، وهي فما خطوات مع الحقيقة معناها صايرة اليوم حتى مع بنك الجينات وكل يلزم نستغلها. اليوم ما فماش حتى حل إلا أن المقاسم ولا هالأراضي هذه الدولة يلزم تقسمها بالعدل على الفلاحين الشبان، يلزم تمكن منها خاصة النساء الريفيات في الأرياف اللي تضطر أنها تخرج تمشي تخدم بعيد في حين عندها مورد رزق بجنبها. هذه الكل اللي يلزمها اليوم حلول معناها مطروحة مطروحة، وهي بدائل حقيقية نطرحها اليوم على أصحاب المسؤولين في الدولة، وما فما حتى خيار معناها جايين وجايون معناها بنظامنا معناها كان تم بالتفاعل مع الدولة، ما كانش عندنا خيارنا، سلاحنا وأصواتنا وحنجرنا وسواعدنا، ومش نوصل المسيرة اليد في اليد وحتى النصر.